وخلال استضافته في نشرة سابقة، قال السيد باسم محمد الساعي عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين إن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البحرين ومصر تساهم في تطوير عمل القطاع الخاص في البلدين الشقيقين. يعني نعرف ان احنا مثلا حجم استثمارات ممتلكات هي تكون استثمارات استراتيجيه، ونعرف اليوم ان احنا عندنا مثلا في ملفات استراتيجيه جدا مهمه، واحده منهم الامن الغذائي. وطبعا مصر كدوله زراعيه كبيره فيها مقومات ان هي ممكن تجذب استثمارات كبيره في القطاع الزراعي والغذائي، وهي راح يكون يعني واحد من الاستراتيجيات المهمه اللي اليوم مملكه البحرين تحاول تركز عليها، بالاضافه الى القطاعات الثانيه اللي مثل التكنولوجيا، الفنتك اللي البحرين تتميز فيها، القطاع المالي والمصرفي، بالاضافه الى بعض الصناعات اللي موجوده في مملكه البحرين.